مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. من منا يرى القتل، قتل الأبرياء، ولا يحزن؟ ومن منا يرى اغتصاب الفتيات وسحلهم في الشوارع أحياء ثم قتلهم ولا يحزن؟ من منا يرى الأطفال تؤخذ سبايا وكبار السن يسبون كالعبيد ولا يحزن؟ من منا يرى الأمهات وهي تبكي على أولادها ولا يحزن؟ من منا أيضا يرى الخراب والدمار الذي يحل بغزة وشعبها ولا يحزن؟ من منا يرى الحصار على مدينة غزة والخوف الذي يملأ قلوب شعبها ولا يحزن؟ إن كل ما يحدث يسبب لنا الحزن والألم، ويؤكد لنا أن الإنسان عنده مشكلة. الإنسان عنده مشكلة، ومشكلة الإنسان هي قلبه، وأن الإنسان يحتاج إلى قلب جديد يعرف به أن يحب ويسامح ويغفر ويقبل الآخرين. ينبغي لنا أيضا أن نقول للشر على إنه شر، فلا نجامل الشر أبدا ولا نسميه بأسماء غير حقيقية. فقتل الأبرياء شر من الطرفين، اغتصاب الفتيات وسحلهم في الشارع شر، سبي الأطفال وكبار السن شر، قصف المدينة بكل ما فيها أيضا شر. لا يمكن أن يكون الشر خير. وعش كده أنا مستغرب من عدد كبير من الناس في عالمنا العربي يرى الشر فيفرح. كم من أناس فرحت عندما قتل الأبرياء واغتصبت البنات وسبي الأطفال وسبي أيضا الكبار. نحن نقول للشر شر. منذ بدء الخليقة وبعد السقوط مباشرة بدأ القتل وسفك الدماء بدوافع كثيرة لدى الإنسان، ونحن نصلي من قلوبنا أن تتوقف آلة الحرب وأن ينتهي الدمار والخراب. فالذي يدفع الثمن، يريد حماس هي اللي تدفع الثمن، أو يريد المعتدي هو اللي يدفع الثمن، لكن للأسف من يدفع الثمن ويدفعه غالي جدا هم الناس الأبرياء، هما الأبرياء من الشعبين الذين يرغبون أن يعيشوا في سلام. نحن كخدام في قناة الحياة نحب الكل، ونحب اليهودي كما نحب الفلسطيني، ويخدم معنا وفي وسطنا كعائلة قناة الحياة خدام من خلفية فلسطينية وخدام أيضا عرفوا الرب من خلفية يهودية. نحب الكل، ونؤمن أيضا من كل قلوبنا أن الذي يستطيع أن ينقض هذا الحائط بين الشعبين ويوحد الشعبين هو شخص الرب يسوع المسيح. العالم كله يطلب سلام، لكنه مع طلبه للسلام إلا أنه يبتعد عن رئيس السلام شخص الرب يسوع المسيح. مش كده موضوع حلقتنا النهاردة؟ هو بعنوان إسرائيل وفلسطين، قصة صراع قديم من أيام داود وجوليات. قصة صراع قديم، لكن هذا الصراع القديم ممكن يوضع له نهاية، ونهاية عادلة بين الشعبين. طوبى لصانعي السلام
طوبى لصانع السلام. العنف يولد عنف، ولا يوجد مبرر مهما حاولتم ان انتم تقنعوني انا شخصيا انه يوجد مبرر لما قامت به حماس، فلن اقبله ابدا ولا ارى ان هناك مبرر نهائي، ولا كمان ابرر اسرائيل من افعالها ومن انها تحتاج الى ان تمد يد السلام ويعيش الشعبان في سلام. لكن هذه هي قصة الصراع. النهاردة يمكن في الحلقة نتكلم عن موضوعات يعني أمور متعلقة بهذا الموضوع، لكن كمان عايز أشجع حضراتكم، احنا عايزين نصلي لأجل الشعبين، عايزين نصلي لأجل الأمهات والأباء الذين فقدوا أولادهم ورأوا فيديوهات لأولادهم وبناتهم يغتصبون ويقتلون ويسحلون في الشوارع. كما نصلي أيضا للمدينة المنكوبة غزة، شعبها، الأبرياء الكثيرين الذين فيهم، الأمهات الذين يخافون على أبنائهم، الأباء الذين لا يستطيعون أن يحموا أسرهم، المنازل التي تهدم، وأبسط وسائل الحياة تنتزع منهم. نحن نصلي لأجل الاثنين، وعش كده بشجع حضراتكم لو انت مثقل ان انت تصلي معانا ارفع السماعة واطلبنا وهدي لك فرصة تصلي معانا او ادي لك فرصة تصلي معانا. لو انت عندك كلمة تشجيع تحب انك تشجع بيها المؤمنين في عالمنا العربي واولاد الرب في كل مكان، ارفع السماعة وكلمنا. احنا يعني البرنامج النهاردة واخد طابع شوية هيكون مختلف عن الأسابيع الماضية، لكن خليني في البداية أقدم لحضراتكم ضيف سعيد أنه يكون موجود معنا، سعيد أنه يكون موجود معنا، وهو الأسيس عادل ونيس. الأسيس عادل ونيس يعتبر صديق قديم أعرفه من أيام ما كنا بنخدم مع بعض في دولة الإمارات، كنت أنا راعي لكنيسة دبي العربية وكان هو أيضا راعي لكنيسة أبو ظبي العربية، وتربطني بي علاقة وطيدة. أسيس عادل سمعنا؟ أنا سامع. يا أهلا وسهلا بك. شكرا وشكرا على المقدمة. أشكرك لأجل وجودك معنا. أشكرك، ده شرف لي. أسيس عادل نبدأ منين؟ يعني الموضوع مؤلم ومحزن فعلا، بس فعلا نبدأ منين؟ طب أقول كلمة صغيرة. تفضل. قبل ما نبدأ في كلا الطرفين كنا بنتناقش بين اللي بيحصل دلوقتي بين فلسطين وإسرائيل، ومش فلسطين، بين حماس وإسرائيل. خلينا نقول إن في الطرفين في ناس كويسة جدا طبعا، وفي الطرفين في ناس متعصبة. دي نقطة مهمة لازم نفهمها واحنا بنتكلم في الموضوع ده. ايوه. ودي حقيقة، دي حقيقة. ما هو ما نقدرش نعمم انه نقول انه شعب وحش بالكامل او شعب حلو بالكامل. اكيد اكيد في ناس اكيد ناس في يعني في فلسطين او غزة يسعون للسلام ويرغبون في السلام وعايزين يعيشوا في سلام وعايزين يعيشوا أولادهم في سلام وعايزين يعيشوا في أمان. يعني ما نرى من خراب بيجتاح غزة هذه الأيام. أول ما بشوف الصور دي مين يقدر يعيش فعلا في هذه الأوضاع المؤلمة الصعبة؟ وأنا لو عندي أولاد أنا أحب أنهم يخرجوا يروحوا مدارسهم بأمان، يجدوا أكلهم، يجدوا شربهم، يجدوا يعني علاجهم. لكن الوضع فعلا صعب. وفي نفس الوقت لو أنا في إسرائيل أنا أتمنى برضو أن أنا أعيش في سلام، ما بقاش خايف وأنا داخل وأنا خارج صواريخ تيجي من هنا وصواريخ تيجي من هنا وعايش طول أيامي في رعب. صحيح صحيح. خلينا أقول عن خبرة صغيرة. أنا كنت في مؤتمر في كوريا سنة 98. أيوه. مؤتمر مسيحي.
وكان في يهود مسيحيين موجودين في المؤتمر وكان في فلسطينيين مسيحيين موجود في المؤتمر كانوا بياكلوا مع بعض كانوا بيشربوا مع بعض وكأن لا ده يهودي ولا ده فلسطيني. واحنا كان في الامارات لنا اصدقاء فلسطينيين رائعين صح. يعني حقيقه مؤمنين الواحد يشهد عنهم فعلا وفي كل مكان يعني حقيقه يعني في فلسطينيين في كل مكان رائعين. بس خليني يبقى ده بيأكد لنا الحق الكتابي انه اللي فعلا بيغير القلب هو شخص المسيح. يعني دي نقطه جوهريه اساسيه. هاخد احنا مصر كانت بتحتفل بستة اكتوبر والنصر بتاع 6 اكتوبر وفي نفس الوقت حماس عملت بس للاسف ضيعت صورتها بالصور اللي نشرتها. بس انا عايز اخد مثال من 6 اكتوبر بتاع مصر مش المثال السيء بتاع حماس. السادات نجح ان يخش ويعبر خط برليف في البدايه نجح لكن بدأ في النهاية يحس أنه بيتهزم وحصلت الثغرة وإسرائيل حصرت الجيش الثالث وعدوا قناة السويس. وشاف السادات أنه ما فيش حل بالحرب وقرر أنه يلجأ للسلام. وده كان الحل وقدر بالسلام يرجع سيناء. وكان في مشكلة طابة ما رجعتش كانت إسرائيل لسه متمسكة بطابة. لجأ للتحكيم الدولي والتحكيم الدولي حكم لصالح مصر. ما دخلش حرب تاني وللأسف الحكموا على السادات في هذا الوقت انه خاين لانه بس في الحقيقة هو دور على مصلحة شعبه طبعا وسابق عصره طبعا ولازم لما افكر اعمل حاجة افكر في مصلحة شعبي. هي احنا للأسف اوقات كتيرة يعني اللي بيبقوا في 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 الزعامة كويس سواء العسكرية او غير العسكرية مش بيفكروا كتير في شعوبهم. يعني مثلا خليني في صورة متداولة على رئيس هنية اللي هو بعين هنية انه عايش في قطر عايش في قطر واولاده بيدرسوا في جامعات غربية كويس وفي نفس الوقت الشعب الفلسطيني في غزة متألم. ليه ما يبعتش ولاده مثلا انهم يحاربوا في غزة؟ لا هو يودي ولاده يدرسوا برا ويعيشوا في سلام برا وهو يعيش في قصور قطر وليس له اي علاقة بالشعب. لكن المهم ان هو يبقى هذا هو مثال. يعني لو الانسان بيفكر والشعب بيفكر بعقله فعلا. هي المشكلة كمان يا أسيس عادل انه خلينا نتكلم شوية عن الصراع لانه الصراع ده ليه جذوره. يعني لا نستطيع ابدا ان احنا نتجاهل الجذور. هناك جذور عميقة جدا من الكراهية متأصلة على مدار مئات السنين كويس. فخلينا نتكلم شوية عن الصراع ده بدأ منين يعني كتابيا. يعني كيف ترى هذا الصراع وبدايته ما بين الشعبين؟ خلينا نبدأ من موسى لما خرج من أرض مصر. كنت عايز نبدأ من أيام إبراهيم. ممكن نبدأ من أيام إبراهيم عشان نفرق بين الشعوب اللي اتحكم عليها بالإبادة وبين الفلسطينيين. ماشي نبدأ من الحتة اللي انت تريحك. نبدأ مثلا من إبراهيم من البداية لأن ده بيدينا بداية شعب إسرائيل. كان في أيام إبراهيم كان برضو في ناس عايشة من الفلسطينيين. ما كانوش كونوا دولة في هذا الوقت. هم كونوا دولة بعدين لما جم من كريت زي ما بيقول الكتاب المقدس. كانوا جماعة كده في أرض اسمها أرض فلسطين كانت تطلق عليهم. أرض فلسطين ما كانتش على 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 إسرائيل أو فلسطين. yes. دلوقتي yes. كانت على زي ما بنقول الشام. بالظبط سوريا ولبنان. سوريا ولبنان والجزء الجنوبي وفلسطين برضو او اسرائيل. صح ارض الشام. فهي كانت يطلق عليها فلسطين. بس فيما بعد لما هاجر بتوع كريت ما قالوش ان احنا كريتيون. اطلق عليهم بعد الوقت كريتيون لكن بعد كده غيروا الى فلسطين. اللي هم جم من اللي هم جم من كفتور اللي هي تعتبر كريت او جزر الحوارد. مظبوط. وده موجود في
عاموس 9 وفي أرمية 7. أيوه صح. لكن صح. لو رجعنا للعهد اللي قطعه الرب مع إبراهيم في ذلك الوقت، وده قبل موسى بحوالي 400 سنة. أوكي. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاق قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض. وطبعا صاحب الأرض هو الرب. من نهر، وكلمة من نهر مصر إلى الفرات بتتفهم غلط. خلينا نقول من حدود نهر مصر أي. إلى حدود نهر الفرات عشان أي. نكون دقيقين يعني. لأن الرب حدد بعد كده إيه هي الأرض. لو كان سابها كده عايمة كنا نقول من النيل الفرات. القديين والقدنزيين والقدوميين والحتسيين والفرزيين والرفائيين والأمريين والكنعانيين، وطبعا الكنعانيين مش هم الفلسطينيين، والجرجشيين واليابوسيين. دي الشعوب اللي كانت ساكنة كنعان. كانت ساكنة كنعان وكان اسمها أرض كنعان. أيوة. ما كانش اسمها فلسطين ولا إسرائيل. ما هي فدي نقطة. أرض كنعان تنسب إلى كنعان ابن نوح. حام. ابن حام. ابن حام بالضبط. حفيد نوح. أيوة. حفيد نوح. أوكي. فدي كانت أرض كنعان. الرب برضو زي ما أصعد موسى من أرض مصر عشان ياخد أرض كنعان، هو الرب اللي أصعد فلسطين من كريت أو من كفتور وجم سكنوا على الساحل الشرقي من أرض كنعان. أوكي. اللي هي الخمس أقطاب، غزة وأشقالون و أنا ناسي الأسماء وأشدود وعسقلان أظن. أيوه. فكانوا هما دي دولتهم. أيوه. ودي دولة إسرائيل. تحب امتى نشأ الصراع كتابيا؟ يعني طبعا يدينا فكرة كويسة يعني عن الموضوع. طيب خرج موسى من مصر رايح على فين؟ يعني حتى المسلمين يؤمنوا ان موسى حتى موسى عدى من البحر الأحمر يعني. كل بيؤمن، كل الأديان بتؤمن بكده سواء يهود او مسيحيين او اسلام. طبعا مش طالع يقعد في صحراء سيناء، مش ممكن. لكن رايح أرض كنعان. الرب ما سمحش لسببين، انه ما ياخدش الطريق الساحلي عشان ما يعديش على ارض الفلسطينيين، وفي نفس الوقت اللي بدات تتكون في هذا الوقت ما كانتش تكونت يعني، وفي نفس الوقت عشان اليهود ما يلاقوش طريق سهل يرجعوا لمصر يعني. عايزهم يكملوا على ارض كنعان. لما دخل كمل موسى وبعدين وراء يشوع، ما كانش في اي حرب بين اسرائيل وبين الفلسطينيين. أيوه. نهائي. ده صح. بدأت الحروب لما تكونت دولة إسرائيل وخدت مكانها، وأرض فلسطين خدت مكانها. بدأت الحروب تقوى في سفر القضاء وتزداد كراهية في سفر القضاء يعني الفلسطينيين، وطبعا الأمريين وغيره وغيره. بس كمان بدأت بين الفلسطينيين أول لما إسرائيل بدأت تبقى دولة مؤسسة. أيوة بالضبط. وكل واحد يسمع في أراضي التانية. كانت أكبر مشكلة احنا بنعاني فيها لغاية دلوقتي، ان لا يزال فكر المتطرفين نرمي اسرائيل في البحر. واعتقد ده فكر حماس. نرمي اسرائيل في البحر، ده مش هلاك وعمره ما هيكون هلاك، غير الناس المعتدلة في الطفة الغربية اللي بقيادة المنظمة، ان احنا بنقول نتفاوض مع اسرائيل. ما كانش واخد طابع ديني يا سيس عادل يعني. لا يعني انا ما كانش واخد طابع ديني يعني ما كانش في نصوص مثلا زي النهاردة المشكلة الكبيرة انه ما يفعله حماس مؤسس على نصوص قرآنية يعني. أيوة. بس بياخد اللي ليه. هو بالضبط يعني. هو اليهودي في نظره احفاد القردة والخنازير. انا اسف اقول اللفظ ده، انا ما اعرفش انهي اله ممكن يرى الانسان الذي خلقه على صورته على انه قردة وخنازير يعني. فما كانش هناك العداء الدين. المشكلة الكبيرة انه الدين بيديلك مبرر انك تفعل ما لا يرضي ضميرك ان تفعله يعني. ضميرك ممكن يقولك ما تعملش كده، بس عشان الدين انت بتقتل ضميرك وتعمل بحسب الوصية اللي انت تظن انها إلهية للأسف. ما هي دي المشكلة، ان احنا نستغل الدين يعني. أيوه. حتى لو انا كيهودي لو انا بتكلم واستغل الدين عشان اقتل اخويا، دي جريمة كبيرة برضو طبعا. يعني ما اي واحد يستغل الدين. كتاب بيعلمنا الرب يسوع احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم
احسن ونشكر الرب لاجل تعاليم الرب يسوع طبعا فاحنا انا اشكر الله حتى في قصص عن داعش وقعوا في المسيحيين وازاي رحبوهم وادمنهم كل المعونه كانت سبب في تغييرهم وتغيير حياتهم يعني. ده صح وفي اختبارات زي كده كمان في اختبار حلو يعني في العهد القديم ايام داود النبي لما ابنه قام بانقلاب عليه مين كان احد المساعدين الكبار بداود واحد قواد الجيش اتاي الجتي فلسطيني من جت وكان معاه نعم من جت من جت وكان معاه مجموعه ما كانش لوحده وحتى داود قال له ارجع انت متغرب في فلسطين قال له لا مش هسيبك انا مستعد اموت من اجلك فانت انت تعرف يا سيس عادل كمان يعني احنا بنتكلم على كفتور وعن اللي جم كان في مجموعه يعني في ارض فلسطين يطلق عليهم فلسطينيين وبعدين جم من كريت مجموعه اخرى كبيره ولما جم حسب المخطوطات المصريه والنقوش المصريه بالاخص في معبد حتشبسوت بيحكي لنا على انه مجموعه من كريت جم وراحوا الى دمياط كويس والجيش المصري طردهم فتقسموا الى قسمين انت عارف هم على حدود البحر المتوسط كويس فتقسموا الى قسمين قسم طلع فوق راح عند غزة فانضم إلى المجموعة اللي موجودة هناك وقسم منهم هرب وراح إلى درنة مدينة درنة اللي احنا كنا بنسمع عنها الفيضان في ليبيا. من في ليبيا فده بحسب النقوش المصرية اللي موجودة على معبد حتشبسوت وكلمة كفتور برضو مذكورة في النقوش المصرية وهي فموجودة وده بيأكد فعلا تاريخ الفلسطينيين بس هم ما كانوش فلسطينيين هم خدوا اسم فلسطين هم خدوا اسم فلسطين ده صح وهم ازدادوا في القوة كويس في القرن الاثناشر قبل الميلاد يعني ما هم 1200 بدأ يبقى ليهم وجود وعشان كده بنجد تدخلهم أكتر في الأسفار التاريخية يعني من قضاء من صمويل الأول صمويل الثاني ملوك الأول يعني إلى آخر أخبار الأيام الأول هم نجحوا أيام شاول ياخدوا منه أراضي كتيرة واختلطها داود الملك صح. يعني كانوا قوة لا يستهان بيها يعني دي نقطة مهمة وكانوا أوقات يعيشوا في سلام وأوقات يعيشوا في حرب يعني كان الصراع ده كان دائم بس كان مع الوقت بيزداد يعني بس خلينا كمان في قصة مشهورة في سفر القضاء شمشون دليلة كانت فلسطينية ومن سورق دي فين ناحية البحر المتوسط ما كانتش ناحية الضفة الغربية يعني ما كانش في الوقت ده موجود فلسطينيين ناحية الضفة الغربية ودي بتنشئ مشكلة تاريخية ودينية في نفس الوقت ان الفلسطينيين ما كانش ليهم وجود في الضفة الغربية كان ليهم وجود ناحية الشرقية في الخمس أقطاب المذكورة بس خليني أقول نقطة كمان لازم أتعامل بإنسانية سواء من ناحية اليهودية أو من ناحية حماس أنا مش بقول حتى من ناحية الفلسطينية أنا بقول من ناحية حماس يعني إذا كان حماس نجح واجتهد أنه يخترق القبة الحديدية بتاعت إسرائيل والحدود اللي عبلها إسرائيل يوم يخش وهو اللي نشر الصور يمدح نفسه ويقتل شباب ويسبي سبايا وتحت اسم الله أكبر ويعمل الفظائع اللي عملها واعتدوا على واحدة وأطفال خدوهم سبايا يعني الناس عندها 85 سنة كبار السن يعني وكبار السن وشدين مرأة كده ربطين يديها من وراء وشدينها بالحبل يعني مناظر بعد ما اختصبوها مؤذية مؤذية هي فعلا يعني عشان كده انا في البدايه قلت ان احنا لازم نسمي الاشياء باسمائها يعني ما ينفعش ان انا عشان كده انا عندي مشكله كبيره قوي في العقليه يمكن العربيه هتكلم على العقليه الاسلاميه اللي بتبرر ما فعلته حماس يعني انه ما فعلته حماس هو مبرر هو دفاع عن النفس انا مش شايف انه بالشكل ده يعني
وانت حتى لو بتتفق كان معايا. حتى لو كان دفاع عن النفس، انا بدافع عن نفسي، انت داخل قصادي مثلا يا سيدي اشرف بيني وبينك، لكن بالظبط. ابهدل المدنيين بالطريقه دي بينك وبين الجيش الاسرائيلي، مش بينك وبين الاطفال والشيوخ العزل. هي أسيس عادل زي ما قلت لحضرتك إنه المشكلة دينية هي مشكلة كبيرة، لأنه إذا كان أنا مقتنع إنه نصرتي ونصرة ديني مبنية على إزالة غيري، محوه من الأرض، عمره ما هيكون في سلام، لا طبعا. صح؟ ما عشان يعني كده هل حماس اعترفت بإسرائيل؟ لا 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 يعني ولا هتعترف بيها، ولا لانه هتعترف، صح؟ مبنيه على اساس انه وجودي مؤسس على ازاله الاخر، محوه ايوه من الارض. صحيح. وبعدين فعليا عشان الواحد برضو يتكلم، انه زي ما هم ليهم نصيب في الارض، الارض ايضا بتاعت اسرائيل او طبعا اليهود. يعني خلينا نتكلم شوية عن تاريخ القدس. أنا عارف إن أنت الموضوع ده يعني بتحب تتكلم عنه. كلمنا شوية عن تاريخ القدس، لأنه برضو ده هي دي نقطة الصراع، إنه مش إن إحنا نعيش مع بعض، لا، إنه أنا أمحوك وأنا اللي أعيش. يعني هذه هي العقلية اللي صعب كمان. أنا مش شايف إنه ممكن الإنسان يعيش في سلام مع أشخاص بهذه العقلية. يعني السلام دايما مؤسس على القبول، قبول الآخر واحترام الآخر، ده السلام الصح، يعني اللي مفروض. يعني العقلية الإسرائيلية ما بتقولش إن مصر لازم تتمحي من الوجود، ولا العقلية المصرية، خلينا أقول لك العقلية المصرية مش الداعشية، لأنه هناك عندنا عقلية داعشية سائدة في مصر هذه الأيام، لكن خلينا أقول عن العقلية الغير داعشية، إنه أنا وجودي كمصري مش مؤسس على هلاك إسرائيل، عشان كده لا ممكن طبعا إحنا الاتنين نعمل سلام. صح. يعني وده اللي عمله السادات، يعني انا بقول السادات سبق جيله سبق عصره، أيوه لكن يجي شرطي مصري يقتل لي اثنين اسرائيليين بعقليه داعشيه ويقتل كمان المصري المرشد بتاعهم. ايوه وبشكر ربنا ان دار الافتاء في مصر طلعت فتوى ان ممنوع الاعتداء على اي سائح ايا كان دينه او جنسه او لونه. هي دي العقليه اللي اكن واحد دخل بيتك ودخل تحت حمايتك، وانت رحت استغليت دون ان هو يعني مديك الامان وقتلته. وبعدين هو اساء لمين؟ اساء لمصر. طبعا. يعني كان يس في يا ده حقيقي. امريكا قالت للرعايا بتوعها خلوا بالكم من نفسكم في مصر، والسواح طبعا ما حدش هيروح مصر، يعني هتروحوا لمصر. بيجي بالخراب على الناس. ما عشان كده لازم افكر في شعب، يعني مثلا اسرائيل حماس نجحت في البدايه، بس ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ كم واحد من غزه مات؟ كم بنايه اتهدت؟ يعني النور اتقطع، الغذاء اتمنع من الدخول. يعني انت يعني مش عارف اقول التعبير اجيبه بالظبط ازاي، انت حياتك في ايده وتقوم تقوم ضربه. على رأيك هو قاعد في قطر واللي يحصل في غزة يحصل. ما هي دي الطامة الكبرى، يعني دول كلهم عايشين مبسوطين، يعني وفي تركيا بعضهم كمان، او في سوريا او لبنان. وحتى في لبنان، كويس ان ذكرت كلمة لبنان، حتى في لبنان بتوع حماس او الجهاد الاسلامي بيعملوا مناوشات مع اللي هم تبع الضفة الغربية، تبع القيادة الفلسطينية. يعني حتى في لبنان من يومين او من الاسبوع اللي فات كان في تقاتل بينهم وبين بعض في اماكن في لبنان، وحصل في الأردن. يعني حماس حتى مش قابلة الفلسطينيين المختلفين عنها. عارف يا سي سعد، الواحد لما بي 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 بيبقى شوية واقعي وبيبص على الدنيا بيجيله نوع من الإحباط، لكن لأنه إيماننا مبني على قدرة الله مش على الواقع اللي احنا شايفينه. يعني الواقع اللي احنا شايفينه مش بيفرض علينا إنه الله مش هيعمل حاجة، بالعكس إيماننا في إلهنا اللي يستطيع أن يصنع المعجزات ويغير القلوب ويبدلها ويملأها بالسلام
والمحبة. والمحبه يعني ده ايماننا وده انتظارنا من الرب، ده انتظارنا من يعني الرب. يعني في مصر مثلا في ايام مثلا كفروا حتى مسلمين مش مسيحيين ولا يهود، كفروا فرج فودة، كفروا نجيب محفوظ، كفروا اسماء كتير وبعضهم قتلوهم يعني. قتلوا زي فرج فودة وغيره يعني قتلوه يعني وهم مسلمين ومسلمين يعني انا مش من حق اكفر حد وقتله خالص. ما هي علشان تقول كده يا أسيس عادل يبقى لازم تنزع نصوص قرآنية من أساسها، ودي ده المشكلة، دي المشكلة. طبعا مشكلة لما أبني كره الآخر على أساس ديني. يعني أوقات كتيرة يجوا الأخوة الإخوة المسلمين يقول لك طب ما أنتوا تاريخكم مليان في دم، بص على الحروب الصليبية. ماشي، حتى لو بصيت على الحروب الصليبية، هل الحروب الصليبية دي مؤسسة على نص كتابي، تعليم مباشر من الرب يسوع قال ان انت تروح وتقتل وتذبح وان انت تغزو وان انت تاخد النساء وتاخد الاطفال وان انت ترهب اعداء الله الى اخر هذا ولا لا؟ يبقى اللي عملته الكنيسة اقول انه غلط، لكن ليس مؤسس على نص كتابي. النصوص الكتابية بتاعتنا مش بتقول لنا نروح نقتل. واحنا اعتذرنا عن الحروب الصليبية عدة مرات يعني مش بررنا داعش يعني. في ناس لغاية دلوقتي بتبرر اللي عملته داعش لكن احنا الأزهر لحد دلوقتي لم يكفر داعش. لكن احنا لا نبرر الحروب الصليبية نهائيا. وانا شخصيا لما درست تاريخ صلاح الدين الأيوبي بمدح صلاح الدين الأيوبي انه تعامل مع المسيحيين بكل احترام. وهو كان كردي على فكرة. يعني طيب كلمنا شوية أسيس عادل عن قضية أورشليم، أو خلينا ناخدها القدس، ما هي اللي ليها الاسمين دول. القدس ده الاسم العربي، أورشليم ده الاسم اليهودي، وكلمة أورشليم أور معناها مدينة وشليم يعني سلام، ماشين مدينة سلام في العربي. وانت أستاذ لغة عبرية لغة قديمة العهد القديم يعني. فمدينة سلام، والحقيقة ما شفتش سلام من وقتها. الحقيقة المدينة دي لها أثار من أيام إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لي على جبل، على أحد الجبال التي أريك. وكان الجبل جبل المرايا، وجبل المرايا في جبل صهيون. والرب أوصى بأن الهيكل بتاع سليمان يتبني في المكان اللي تقدم فيه، اللي كان هيتقدم فيه ذبيحة ابن إسحاق ابن إبراهيم. طبعا الرب فداه، وعند المسلمين فداه بكبش عظيم. والسؤال إذا كان نجح طب ليه الرب يفديه؟ ما هو نجح. لكن جميعا سواء ناجحين أو فاشلين روحيا محتاجين للفداء الأزلي الأبدي اللي تم في المسيح يسوع. فالهيكل اتبنى على في منطقة جبل المرايا، جزء من جبل صهيون. يعني قمة في أحد جبل صهيون، وده كان مكان العبادة، ويورينا أن العبادة قايمة على الذبيحة بتاعت المسيح. بدون المسيح مفيش عبادة طبعا. وكان ده رمز يعني حاجة مهمة بالنسبة للشعب، لأنه كان عندهم مكان مع عبادة وحيد، ما عندهمش كذا هيكل. يعني احنا مثلا عندنا كنائس، او المسلمين عندهم مساجد. لا، اليهود عندهم مكان واحد، وفي ثلاث مرات في السنة كان لازم يروحوا المكان ده ويحتفلوا بنوع معين من الأعياد زي الفصح او الخمسين او الكفارة اللي هو تم في 6 أكتوبر. المظال، سوري مش الكفارة، المظال. انت عندك حق في النقطة دي. فكان ليه أهمية. طبعا لما جه المسيح ورفضوا المسيح، قال لهم نبوة الرب يسوع في متى 24 انه لا يطرق حجر على حجر على الهيكل يعني حتى ينقض، الا وينقض. وفعلا جه تيتوس الروماني سنة 70 ميلادية حسب التاريخ، وكان وصى الجنود انه يحافظ على الهيكل، لكن جندي عن طريق الخطأ لما شعره واحترق انتشرت النار في الهيكل. وبعدين عشان في ذهب من الداخل، كان في ذهب مفلية بالحيطان، الجنود عشان ياخدوا الذهب اضطروا يفكوا الحجارة او يخلعوا الحجارة، وفعلا حجر على حجر ده مش نبوة
الرب يسوع المسيح. لكن حابب أضيف نجا ومعلومة. طبعا اليهود بيحاولوا يملوا الهيكل دلوقتي، هو فعلا مكان الجامع الأقصى دلوقتي، وطبعا في نظريات أين يقع الجامع الأقصى، هل في مكة أو في أورشليم؟ هو أساسا هو أساسا ما كانش موجود عندما أسرى الله، يعني زي ما بيقولوا كانش أساسا موجود. ما كانش موجود، لا ما كانش موجود، ده هو بنا بعدين، ابتدى بعدين، دي حقيقة يعني تاريخية. أيوه. كمان طبعا لكن خلينا أضيف كلمة، لن ينجح اليهود في بناء الهيكل دلوقتي خالص، لكن هينجح شخص في بنائه وهيؤمن به العالم كله، وهو المسيح الكذاب. أيوه. هيبني الهيكل أو النبي الكاذب، خلينا نقول، وده اللي هيؤمن به سواء المسيحيين الإسلاميين أو اليهود أو أو المسلمين، هيؤمنوا به وهينزل نار من السماء. وأعتقد إيماني الشخصي أن الذبيحة عشان تقدم أول مرة طبقا لناموس موسى لازم تنزل نار من السماء وتاكلها، وده حصل أيام موسى وحصل أيام إيليا النبي، وهينجح وبالطريقة دي يقدر يتمم النبوة بتاعت الإنجيل أنه هيجلس في هيكل الله كإله، هيجلس ويسيطر إلى العالم. عشان كده بقول ما أعتقدش أن اليهود حاليا هينجح، وطبعا حتى العالم واقف ضد اليهود، بس دلوقتي حماس شجعت العالم يقف جنب إسرائيل بسبب الأفعال البشعة اللي عملتها. لكن صعب على إسرائيل إن المدينة دي بتعتبرها مكان العبادة وبتعتبرها العاصمة في نفس الوقت، صعب على إسرائيل إنها المدينة دي تنقسم وتبقى جزء عاصمة لدولة تانية، صعب جدا. ده يعني كأنك تموت ولا يفرط المدينة. المدينة دي أساسا مش بس مذكورة، يعني عندنا أول ذكر في النص اللي موجود في تكوين 14 عن ملك صادق. ملك صادق كان ملك السلام، يعني مدينة السلام، وبعد كده المدينة دي كانت ملك اليابوسيين، صح؟ أيوة. لحد لما داود خدها، داود خدها وعمل فيها حصن، وسميت مدينة داود، مدينة الملك. أيوة. العظيم، كويس. وصارت مدينة أورشليم هي المركز للعبادة اليهودية وللملك فهي ما هي النقطة، هي يا أسيس عادل، زي ما نرجع تاني لنفس النقطة. أوكي، يعني اليهود عمرهم ما هيتنازلوا عن أورشليم، خلينا واقعيين، يعني ده حطوا في أفران غاز، حطوا اعمل فيه اللي هتعمله، هذه المدينة بالنسبة له هي مدينة آبائه. بس خلينا أقول بكل احترام بكل احترام لليهود دلوقتي في النقطة دي، ما بيطردوش فلسطيني من القدس. عايز يبيع بيته هيدفعوا له ثمن. اما لو قام بعمل نظره ده جهاد، اللي هو في نظره ده جهادي، طبعا هيهدوا له البيت. يعني دي النقطه الوحيده. لكن انهم يفكروا يطردوا الفلسطينيين من بيتهم في القدس، لا. لكن في نفس الوقت زي ما بتقول أسيس أشرف، مش هيتنازلوا عن شبر. لا مش هيتنازلوا، لا، يعني حتى 2000 سنة لم يتنازلوا عن المدينة وهم مشردين، يعني فلن يتنازلوا أبدا عنها، وده أمر واقع. وأنا كواحد أؤمن بالعهد القديم، أؤمن بكلمة الله، أقدر أقول إنه ده واقع كتابي، يعني لا أستطيع أن أنكره، ودي حقيقة. هي المشكلة في العقلية الإسلامية إنه لازم يطلعوا من أورشليم، لازم يطلعوا من القدس. مش يا ريت بس دي اللي يكون إنه يطلعوا من أورشليم من القدس، ده عايز البعض زي حماس عايزين يرمون في البحر للسماء. أيوه. دلوقتي للأسف. يعني للأسف. بس عايز أرجع كويس اللي ذكرت ملك صادق وأشكرك. ملك صادق، كلمة ملك صادق معناها ملك البر. yes. وأورشليم مدينة السلام. فهو رمز للرب يسوع المسيح. عشان كده قال داود في مزمور 110 لما بيقول عن المسيح، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. ملك صادق. فكان رمز للمسيح. فلي عند اليهود معنى وعند المسيحية معنى، بس طبعا عند اليهود معنى أقوى. لأن دي مدينة أورشليم، مدينة الملك العظيم، مدينة وليها ترانيم جديدة
في المزامير او الزبور عند احبائنا المسلمين. أيوة. ليها تراتيل وترانيم جديده كثيره عن كانوا بيترنموا بيها في ترانيم وهم في المزامير يعني. مدينة الله العالي طيب منها كمان مش بس. الوضع الحالي ده يا سيس عادل، يعني ايه دورنا احنا، يعني ايه دورنا كمؤمنين، سواء كنا يعني مؤمنين عرب، مؤمنين خلينا اقول شرق اوسطيين، مؤمنين سواء كنا عايشين في العالم العربي او عايشين برا العالم العربي، ايه دورنا، ما الذي يجب ان نفعله؟ يعني حتى السؤال بطريقه تانية بعد اذنك، بتفضل. لو قدامك واحد عنده سرطان ايه دورك؟ ناخده للدكتور وايه تاني؟ وتصلي له، وصلي له صح، ونشجعه. أيوه. احنا دورنا نصلي لان دي عايزه معجزه حقيقه مش في ايدينا. نعم زي السرطان، انا خدت السرطان ده كمثال. نمره واحد هنصلي كمسيحيين، كيهود مسيحيين، كمسيحيين فلسطينيين، كلنا نصلي من اجل ان الرب يحل سلامه. دي نمره واحد، لان زي ما انت قلت في البدايه ان ما كانش الرب يغير القلب مش هنقدر نحب الاخر. ده حقيقي. دي نمره واحد. فدي نصلي. نمره اثنين، لازم نزرع المحبه. يعني احنا كمؤمنين نزرع المحبه بعضنا البعض ونكون قدوه للاخرين. ما نعملش زي ايام الحروب الصليبيه او غيرها او غيرها او غيرها خالص. كمسيحيه لازم نكون قدوه، سواء من يهود او من فلسطينيين او من غير يهود او من غير فلسطينيين، نكون قدوه للاخرين. أيوه. ونشجع ونقدم محبه مش بس للمسيحيين اللي هم يهود مسيحيين، اقصد لليهود اليهود وللمسلمين المسلمين. أيوه. ونقدم محبه للجميع. اما ان احنا هنحل مشكلة مش هنقدر من ذاتنا نهائي نهائي نهائي. هو لا يحل مشكلة، هو الرب وحده صانع المعجزات زي ما انت قلت. يعني ما هي دي معجزة زي اقامة اموات. يعني وعشان كده يعني احنا فعلا بنتحد مع كثيرين حول العالم وبنصلي. حتى خدمة قناة الحياة هي تقديم المسيح لاخواتنا المسلمين، ده الهدف الاساسي اللي من اجله يعني بنقدم كل برامجنا وكل خدمة بنقدمها في قناة الحياة، انه تعال اعرف المسيح وتعرف على المسيح وخليه يغير حياتك ويدي لك حياة جديدة، لانه بدون 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 كده لن تستطيع ان تعيش على هذه الارض في سلام مع نفسك ومع الله، ولن تستطيع ان تضمن ابديتك. يعني حتى ابديتك انت ضيع منك بدون المسيح. صحيح. بس كمان أحب أضيف نقطة صغيرة. في جميع الأحوال، سواء قابلت المسيح أو ما قابلتش المسيح، إحنا بنحبك. أيوة ده صح، ده حقيقي. أسيس عادل، يعني أنا سعدت بمداخلتك جدا وبالحوار مع شخصك. أشكرك. يعني ولن أتركك غير لما تصلي لنا. أمين. حلو أن أنت تصلي لأجل المتألمين من الشعبين، يعني فخلينا نتحد معاك في صلاة. يا ربنا يسوع بنشكرك لأنك أنت اللي علمتنا المحبة، وكنت أنت مثال المحبة، بذلت نفسك من أجل العالم. إحنا كنا أعداء ليك ومت من أجلنا. بشكرك فعلا لأنك أنت اللي غيرت قلبي وغيرت حياتي وبتغير قلوب الكثيرين. يا رب أنا بصلي من أجل أهل غزة والمرار اللي عايشين فيه، أنك تساعدهم وتنهي والحرب دي وتأتي بسلامك، وتساعد القادة اللي في غزة المسؤولين أنهم يتعقلوا ويتصرفوا بحكمة من أجل مصلحة شعبهم. وفي نفس الوقت رب بصلي من أجل اليهود المتألمين اللي فقدوا أحباء وفقدوا أعزاء، أنك تعزيهم، والمصابين في الجهتين والمرضى يا رب اللي يصيبوا في هذه الحرب اشفيهم يا رب. وتعامل يا رب، تعامل مع اليهود أيضا وديهم تواضع ومحبة للفلسطينيين، وعلمنا إحنا رب إزاي نحب الجميع. أنا بصلي فعلا إحنا مش هنقدر نعمل أي شيء، لكن أنت اللي تحل بسلامك في هذه المدينة، تحل بسلامك وتفتح عيون اليهود أنهم يرجعوا إليك، وتفتح عيون الناس اللي بغزة أنهم يرجعوا إليك، وأنت اللي تغير الكلب، وأنت اللي تقدر تخلق قلب جديد زي ما قالك داود النبي، قلبا نقيا اخلق يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا ريت تكون صلاة كل واحد فينا ولك كل كرامة ومجد. آمين. آمين. أسيس عادل شكرا ليك من كل القلب، سعدنا بمداخلتك، وإن شاء الله يكون لنا مرات تانية نقدر نتواصل فيها معاك
وكمان تكون معنا في البرنامج. أنا أشكرك لمحبتك وده شرف لي دايما. شكرا لك، الرب يباركك. سلام. سلام. باي باي. اتكلمنا في موضوعات كثيرة، لكن الموضوع فعلا أكبر من قدرتنا وأكبر من إمكانياتنا. الموضوع محتاج تدخل إلهي فعلا. فخلينا ناخد كمان مداخلة. الأخ جرجس من أمريكا. ألو. ألو. أهلا وسهلا بحضرتك أخي جرجس. أنا على الهواء على كده؟ تفضل معاك. طيب ممكن أعلق على الكلام اللي قاله القسيس عادل؟ أيوة طبعا تفضل. أولا هو بيشكر في صلاح الدين. صلاح الدين أقذر من أنجبته البشرية. أولا لما دخل القدس قال يعني خطب، يعني اقراها في تاريخ البطاركة، يقول أزيل الصلبان وأصرفع الأدان و و و. بعد كده قتل الأسقف جرجة في أسيوط. أيوه. قتل ناس قفط علقهم في في الأشجار بالعمم بتاعتهم. وعمل فظائع. إزاي أشكر هذا الإنسان القاتل؟ Yeah. بعد كده الحروب الصليبية كانت رد على همجية المسلمين. الحاكم بأمر الله حد كنيسة القيامة، كان يقتل الحجاج المسيحيين اللي جايين للقدس، وعملوا فظائع المسلمين. إزاي ما يتردش عليهم حتى لو كان المشكلة السياسي البابا؟ المشكلة الكبيرة المشكلة الكبيرة يا أخويا جرجس، أنا ما عنديش مشكلة إنه لو كانت روما ولا فرنسا ولا البلاد الغربية اتحدت على إنها تحارب كويس العالم العربي والإسلام في العالم العربي، ما عنديش مشكلة خالص، دي حروب شعوب. مشكلة كبيرة هي ربطها بالصليب، بالكنيسة. بالظبط، ربطها أيوة. بالكنيسة، دي المشكلة الكبيرة. لأنه الكنيسة هي المسيطرة في الوقت ده، وهي بالظبط المفروض تتخذ موقف. إيه رأي حضرتك في اللي حاصل هذه الأيام أخويا جرجس؟ سببه التعصب الإسلامي، مش سببه إسرائيل. سببه التعصب الإسلامي. إسرائيل بتأكلهم وبتشربهم وبتشغلهم، إنما هم كل حاجة عاوزين البلاد. أنا قريتها، البلاد التي دخلها الإسلام لا يخرج منها. ليه كده يعني؟ ده هم لغاية دلوقتي عاوزين يحاربوا في الأندلس. وطلعوا للأسبان. احنا عايزين نصلي لأجل سلام يسود هذه المنطقة أخويا جرجس. يعني إلههم مش إله سلام، إلههم إله حرب. ما عشان كده احنا محمد قال بدع سيفي يس ودع رزقي تحت تحت غمدي أو حاجة زي كده، تحت رمحي. دولة ما يعرفوش السلام ولا فالمفروض هي المشكلة معاهم بنفس المشكلة الفكر. المشكلة الكبيرة أخويا جرجس إنه هناك ناس لا ليها في الطور ولا ليها في الطحينة، زي ما احنا بنقول. يعني هناك ناس أبرياء، أقول عليهم أبرياء. المسلمين لا ما فهمش أبرياء، ما كانش الله مش قصدي أبرياء، مش قصدي من الخريطة بعد ما قتلوا المسيحين بعشر سنين. إحنا كلنا وحشين يا أخويا جرجس، إحنا والمسلمين. الفرق الكبير بيننا إنه نعمة الله افتقدتنا، أما هم نعمة الله فلم تفتقدهم بعد. فإحنا بنصلي لأجل نعمة الله تفتقدهم، لأنه ما فيش تغيير هيكون إلا من خلال نعمة الله لحياتهم. ودي طلبتنا ودي صلاتنا. ما هو هم رافضينه، لكن الرب النهارده بيفتقدهم. كتير من الإخوة المسلمين النهارده بيقبلوا الرب يسوع، ونشكر الرب لأجل هذه الإحصائيات الكثيرة اللي بنسمعها، ان الرب بيتراءى لناس وبيغير حياة ناس وبيفتقد ناس. والعالم العربي مليان بمئات الآلاف من الشخصيات الإسلامية اللي قبلت المسيح وصاروا مؤمنين. فالذي يستطيع أن يفعل هذا وبيفعله الآن هو الرب نفسه.
فاحنا نصلي ان الرب يكمل دون في قلوب الكل يعني، والرب يفتح يعني. انا من رايي العسكري اللي قتل السواح المفروض ده يتعمل فيه اللي اتعمل طبعا دي جريمة قتل غير مبررة، دي جريمة الحلبي. يس انا دي شفت ده ليه جنة ده مش عارف ايه طبعا تلاقي العقلية الداعشية طبعًا مسيطرة طبعًا على فيسبوك. للأسف للأسف زي ما قلت العقلية الداعشية هي المسيطرة على المصريين، الأقلية أقلية جدا بتفكر بعقلها، إنما الأغلبية للأسف داعشية، وبالأخص كل ما تخش في الصعيد جوه كل ما تكتشف إنه الفكر الداعشي هو المسيطر. فربنا الرب يقدر يفتقد ويغير. أشكرك أخويا جرجس على مداخلتك، شكرا ليك. خليني أرجع إلى حاجة مهمة جدا قالها الأسيس عادل، اللي هي اليابوسيين ومدينة أورشليم. واليابوسيين كانوا من ضمن الشعوب السبعة اللي ذكرها الرب إنه خلاص إداها فرصتها في أرض كنعان. وعلى فكرة الرب لما حكم بهلاك هذه الشعوب الرب كان أعطى فرصة لهذه الشعوب مئات السنين. يعني الرب لما نقرأ في سفر التكوين وأصحاح 15 لما الرب تراءى لموسى تراءى لإبراهيم وقال له إبراهيم أنا هدي لك الأرض دي ونسلك هينزل وهيكون متغرب في أرض غريبة وبعد كده أنا هطلعهم كويس، طب هتطلعهم هتنزلنا ونقعد سنين طويلة يعني 400 سنة ليه؟ قال الرب لأنه ذنب الأموريين لم يكن قد اكتمل بعد. يعني إيه؟ يعني الرب شايف هذه شعوب كانت بتعمل خطية وخطاياها بتزداد، لكن هو هينتظر 400 سنة لألا يتوبوا لألا يرجعوا إليه كويس. طبعا لما خرج شعب مصر من شعب اليهود من العبودية في مصر بعد 400 سنة كان فرصة التوبة كانت انتهت، الفرصة اللي الرب ادها لهم انهم يعرفوه ويتوبوا عن خطاياهم كانت انتهت، وعشان كده الرب حكم على هؤلاء الشعوب بالهلاك. كان من ضمن هؤلاء الشعوب كانوا اليابوسيين، عشان كده يقول كده متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليابوسيين. على فكرة ما كانش ضمنهم الفلسطينيين كويس، الفلسطينيين ما كانوش من ضمن السكان الأساسيين المتأصلين في أرض كنعان، عشان يعني دي تبقى. فهؤلاء السبع شعوب لما المدينة دي خدها داود فيما بعد وامتلكها صارت مركز للعبادة اليهودية، وعش كده نقرأ في سفر صمويل الثاني وأصحاح 6 وعدد 1-8 وجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000 وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه مع بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح. فمدينة أورشليم سميت مدينة داود، وهي المدينة التي أيضا بني فيها الهيكل، بني فيها الهيكل. أوقات كتيرة بنقرأ في التقليد اليهودي عن شمعنا البقعة دي اختيرت علشان يتبني فيها الهيكل. طبعا هناك في جبل المريا إشارة ليها لنفس البقعة إلى آخره، لكن في التقليد اليهودي في رواية خليني أقولها ويمكن أختم بيها. هذه الرواية بتقول إنه كان في أخين، واحد عنده أسرة متجوز وعنده ولاد كثيرين جدا، والتاني كان متجوز وما كانش الرب مديله أولاد، والاتنين خدوا ميراث واحد تساووا في الميراث في قطعة الأرض، ده خد مثلا 10 فدادين وده خد عشر فدادين. لما يجي وقت الحصاد الأخ اللي عنده أولاد وأسرة
بيفكر في أخوي، والأخوية دلوقتي مش زي أنا فرحان مع أولادي ومع مراتي بالمحصول، فيروح واخد جزء من المحصول بالليل في الضلمة ويمشي بيه يروح يحطه في المخزن بتاع أخوه اللي ما عندوش ولاد. أخوه اللي عنده ولاد يقول أنا ربنا مباركني ومديني أرض ومديني محصول كتير، بس أنا ما عنديش ولاد، ليه ما أخدش من محصولي وأدي لأخويا من هذا المحصول؟ وكان كل واحد بيعمل سرا، وما حدش فيهم كان يعرف مين اللي بينقل المحصول من هنا لهنا. كويس، في يوم من الأيام وهم شايلين المحصول اتقابلوا في بقعة، هذه البقعة هي حسب التقليد اليهودي، يعني بعض التقليد اليهودي أنه هذه البقعة هي اللي صارت مكان للعبادة. عايز أقول أنه المحبة والتضحية هي الشيء اللي ربنا بينظر إليه وبيقدره. طيب في عندي دقيقتين ممكن أخذ بسرعة مداخلة. ألو هلو دكتور أشرف. أيوة أهلا وسهلا بيك. أنا سمعان معك. أهلا أخويا سمعان. بس ألو أهلا بيك دكتور أشرف. أيوة تفضل. أنا معك سمعان، بدي أحب أقول نقطة صغيرة مهمة انستوها في الموضوع. الموضوع باختصار الرب جاي على أبواب. أيوة بحب شعبه. أيوة بحب شعبه بني إسرائيل. جايين راجعين بدون ما يتوبوا، والرب بده اياهم يتوبوا. واللي عملته حماس كان أول عصاية في تأديب بني إسرائيل. أنا عشت في غزة ومن غزة ومن كنيسة غزة، بحب أقول لكم لطفا ببني إسرائيل. أيوه. لأن الرب بده يأدبهم، وهذا أول عصاية أول تأديب لهم، راح يمر في ظروف صعبة عشان ينظر إليه الذي طعنوه ويجعل السحاب يسوع. والوقت ضيق جدا، ما بليز ما تسيسوش الموضوع، الموضوع روح جدا. شعب عزيز عليه الرب بده يأدبه، وهذا أول تأديب. ده تأكيد، ده تأكيد. شكرا ليك، شكرا ليك. وطبعا احنا عارفين انه اسرائيل الحالية الالحاد فيها هو المسيطر، والرب فعلا بيصحي. ده تأديب الهي، ده يقظة الهية، لانه الالم زي ما سماه بعض انه بوق الله الذي به يبوق للانسان لكي ما يتوب ويرجع. مش بس الشعب اسرائيل، لينا احنا كمان، انه كل شيء سينتهي والعالم سينتهي وسنرحل سواء النهاردة أو بكرة أو بعده، وعشان كده كل واحد لازم يتوب ويعود عن خطاياه، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتوب إلى الرب فارحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. احنا بنصلي لأجل شعب إسرائيل، وبنصلي لأجل شعب فلسطين، وبنصلي لأجل سلام يسود العالم كله. فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم.